الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز لي أن أذهب في عمرة مع أختي وزوجها علما بأن من سكان جازان؟ الحمد لله، لا يجوز لك ذلك يا أختي. لماذا؟ لأن المتقرر عند العلماء أن المرأة ليست محرما للمرأة، ومن المعلوم لدى الجميع أن زوج الأخت ليس بمحرم لك. نعم الخلوة منتفية، ولكن المسافة مسافة سفر، وسفر المرأة لا يكفي فيه انتفاء الخلوة فقط، بل لا بد فيه من شرط زائد على انتفاء الخلوة، وهو وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية إلا ومعها ذو حرمة. فلا يجوز لك أن تذهبي معهم ما لم يكن معك أحد من محارمك، كأب أو أخ أو عم أو خال أو ابن ونحوهم، فإن أختك ليست بمحرم لك وزوجها ليس بمحرم لك من باب أولى. فاتركي هذه العمرة مع هؤلاء، والله عز وجل إذا علم من قلبك أنك ما تركت هذه العمرة إلا لعدم توفر المحرم في هذه السفرة، فلعل ما يعوضك عنه من عظيم الأجر والثواب بامتثال أمره عز وجل أعظم مما كنت ترجينه من ثواب العمرة. وفقك الله، والله أعلم.